السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة على قناة لسان أهل مصر. معكم الدكتور ناصر سبا، مستمرين في حلقات التوعية في التغذية اللي احنا بدأناها من شهرين ثلاثة بإزاي خسيت. النهاردة هنتكلم عن فيتامين دي. الفيتامين دي مهم جدا 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 يا جماعة بجد، يعني الحلقة دي مهمة، يعني يا ريت اللي يسمعها يحاول يشاركها. كلنا فاكرين اللي قاله أمير كرارة في نسل الأغراب، اللي هو كان بيكلم الناس بيقول لهم قطع كسح كسل. لأنكم قطع كسح كسل. هو حقيقي الجملة دي هي تجسيد حي للي عنده نقص في فيتامين د، لأن فعلا فيتامين د اللي بيبقى عنده نقص فيه بيبقى عنده ضعف في العضلات وعنده ضعف في العظم، فبيبقى أكتع، يعني في مشكلة في كتفه، تشوه في الكتف، كسح اللي هو مكسح يعني، وفعلا نقص فيتامين د بيزود الكساح، وكسل اللي هو بيبقى كسلان فعلا. تقولي ايه أعراض نقص فيتامين د؟ اعراض نقص فيتامين د طبعا يعني لين عظام وبتاع انت مش هتعرفه، بس بصفه عامه كده لما تيجي تقف وتلاقي نفسك ما انتش قادر تقف وتقع كده وانت بتحاول تقف، او انت قاعد مقرفص كده وتحاول تقف وتقوم واقع، ده معناه ان في احتمال يبقى في نقص فيتامين د. اللي هي مشيه البطه، انك تمشي كده وانت اكيد بتشوف الناس كتير بتبقى ماشيه البطه او ماشيه البطريق اللي هي دي يمين شويه شمال شويه، ده غالبا برضو بيبقى في نقص فيتامين د. فكرة اللي هو آلام في الظهر وفي القطنية بالذات في عند العصص فوق، وبعدين الآلام دي بتروح للحوض وبعدين توصل لأعلى الورك وفي ساعات توصل لفوق للكتفين، ده برضو يبقى فيه نقص فيتامين د. تابعوني كويس عشان هنقول السبع فوائد المهمين جدا والحيوين جدا لحياة البني آدم لفيتامين دي. نمرة واحد، ان احنا بنحصل على فيتامين دي منين؟ طبعا طبيعي جدا ان انت تبقى عارف المعلومه دي. فيتامين دي احنا بنحصل عليه من الشمس، الاشعه البنفسجيه بتوصل للجلد، الكوليسترول مع الاشعه البنفسجيه يكونوا فيتامين دي ويروح لمستقبلات فيتامين دي في النواه، يبقى كده من فيتامين دي في جسمك من 20 ل 50 نانو جرام. خلاص كده عرفنا من الشمس. طب في الاكل، موجود في الاكل بس كميات قليله جدا، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى كان عايزه يبقى في الاكل كان حطها في اكلات كثيره، لكنها في اكلات قليله جدا، موجوده في بعض الاسماك وصفار البيض والمشروم وحاجات في الالبان، حاجات بسيطه جدا جدا ما تكفيش فعلا حاجه الجسم ولا تغني ابدا عن الشمس. كل بني ادم غير التاني في ان هو يكتسب الاشعه فوق البنفسجيه، يعني الاسمر مثلا او بالذات البشره الداكنه مش هيحصلوا ابدا على الكميه الكافيه الا اذا تعرضوا لوقت اطول، لكن البيض بيحصلوا على فيتامين دي بسهوله لان مفيش صبغه تعيق الموضوع. الصغير في السن بيحصل باسهل من الكبير في السن وكلام من ده. طيب هنقول بقى السبع فوائد بتوع فيتامين دي. نمره واحد، وده المشهور خالص عنه وده اللي كله عارفها، اللي هو فكره ان هو في الميتابوليزم بتاع الكالسيوم بيساعد في امتصاص الكالسيوم ويوصله مع فيتامين كي 2 لانه يبقى يترسب في العظم والسنان، ولو الكالسيوم اترسب في غير ده بيبقى مشكله كبيره جدا سواء في الشرايين او غيره، يبقى بيساعد في استقلاب الكالسيوم والفوسفور، وده اللي بيخلي ان لو عندك نقص فيتامين دي يبقى من السهل تتكسر ومن الصعب او بياخد وقت لحد ما تلتئم، لكن لو انت عندك فيتامين دي كويس يبقى من الصعب تتكسر، ولو اتكسرت لا قدر الله بيلتئم بسرعه. دي نمره واحد. نمره اتنين، المناعه. جائحه كورونا كشفت بما لا يدع مجالا للشك ان فيتامين دي له دور حيوي في المناعه، لانه بيسيطر على الجيش اللي بيقاوم الفيروسات والبكتيريا، لانه بيروح في زي ما قلنا المستقبلات في النواه بيسيطر على الجيش سواء تي سيلز اللي هي الخلايا التائيه او التي هيلبر اللي هو المساعد، وانواع كتير من الجيش المناعي. فهي اي حد بيصاب بفيروس التهاب فيروسي او بكتيريا يبقى المفروض اساسا نزود له جرعه فيتامين د عشان يقدر يقاوم الفيروس او البكتيريا دي، وانا لو من الفيروس بقوم جاي قافل ومانع فيتامين دي انه يشتغل. طيب نمره ثلاثه، اللي هو فكره انه يزود من قدرتك على تحمل الالم، لان عن طريق ميكانيزم معقد كده انت بدل ما اي خبطه صغيره تحس بالالم، لا ده بيزود مدى قدرتك على تحمل الالم اللي انا شرحتها قبل كده بين ثريشولد، وقلت لكم ان احيانا الواحد من دول يزيد درجه حراره نص يحس بصداع شديد، ولو واحد تاني يوصل لدرجه حراره 40 يقول لك لا ده انا مفيش حاجه ده انا ما عنديش حاجه. رابع حاجه، ان هو مقاوم للالتهابات. من الفيتامينز المهمة جدا ان يخلي جسمك يقل فيه حدوث الالتهابات، التهابات العظم، التهابات العضلات، التهابات ده بيقلل فعلا من الالتهاب.
في حاجة مهمة قوي في فيتامين دي لها دور، اللي هي مقاومة الأنسولين اللي اتكلمنا عنها في حلقة. احنا كنا بنقول ان هو بيعامل مقاومة الأنسولين دهون الحشوية اللي هي بالكرش، يعني ممكن يبقى جسمك عادي خالص بس منطقة البطن بس هي اللي مليانة دهون، ده بيبقى يسموها مقاومة الأنسولين. عمر فلاحنا اللي احنا شفناهم طول عمر في الارض ما كان لهم كرش لسبب واحد، اللي هو تعرضهم للشمس فترة طويلة، وده بيخلي ما فيش مقاومة للأنسولين زي النهاردة فما بيحصلش كرش. يبقى دي مهمة جدا في مقاومة الأنسولين فيتامين دي. الأرق، فيتامين دي له علاقة بالسيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وده بيمنع الأرق مع دوره مع الكورتيزون، فاللي بياخده قبل ما ينام مباشرة ده بيساعده على النوم، وأحيانا أحيانا نادرة جدا بيعمل أرق هو نفسه، فاحنا بنقدم فيتامين دي ما ياخدوش قبل النوم بساعتين ثلاثة، ياخده قبلها. طيب الطريقة بقى اللي أنا هاخد بها فيتامين دي والمقدار اللي هاخد فيه فيتامين دي، اولا فيتامين د من الفيتامينات اللي بيسموها التي تذوب في الدهون، فعشان كده لما تاخد فيتامين د والفيتامينات المذوبه في الدهون اللي بنقول كده اللي هي كي، فيتامين كي واي ودي واي، او اديك اي فيتامين اي او دي او اي او كي، يعني تحفظهم سواء كده او اديك، يعني هم اربعه دول بيذوبوا في الدهون، يعني لما بتاخدهم مع وجبه فيها دهون اكتر فده بيزود نسبه امتصاصها من 30 ل 50%، فانت واكل دلوقتي وجبه فيها دهون تقوم واخد حبايه فيتامين د. طب تاخد كام واحده؟ واحده دوليه قدام عينيا دكاتره الاطفال في اول ما الطفل يتولد، انا بحضر القيصريات بلاقيه يكتب للرضيع من دول 400 وحده دوليه، وده فعلا الطفل الرضيع لحد سنه بياخد 400 وحده دوليه، بيبقى طفل يبقى ياخد 600، يبقى شاب بالغ يبقى ياخد 800، يبقى كبير في السن، لان كل ما تكبر في السن كل ما بتحتاج وجسمك ما بتتعاملش مع بيبقى محتاج كميات اكبر من فيتامين د. في بقى صيغتين لفيتامين د، فيتامين د 2 اللي هو او دي 2، وفيتامين دي 3 اللي هو د 3. لو الدكتور كتب لك دي 2 اعرف ان الدكتور ده مش فاهم حاجه، لان انت كده بتخلي الجسم بترهقه انه يحول لك الصيغه دي 2 لدي 3 وما بتستفدش قوي، لكن انت المفروض تاخد الصيغه دي 3، فالدكتور لما يكتب لك يكتب لك فيتامين دي د 3. تاخد كام واحده؟ قلنا النورمال، لكن في مواجهه الامراض ومواجهه الكسور ومواجهه يا ريت نزود الجرعه ل 2000 وحده دوليه وممكن 3. طيب يبقى مين بياخدها؟ الرضيع بياخدها، الطفل بياخدها، الشاب بياخدها، حامل تاخديها وبتاخدي كتير، بتاخدي من 1000 ل 4000 لاكتر وانت حامل، لان الطفل الرضيع بياخد منك، كبير في السن بياخدها، سليم بياخدها، مريض بياخدها. يبقى فيتامين دي لازم كلنا ناخدها، وناخد الصيغه هي فيتامين دي 3. وناخدها ازاي؟ ناخدها مع وجبه فيها دهون عشان نستفيد من تزويد مناعتنا ونقاوم الالتهاب ونقاوم يبقى الالم يزيد ونقلل الارق ومقاومه الانسولين اللي بيقضي على الكرش والسمنه بصفه عامه. يا ريت اللي عجبته الحلقه يشترك في قناه لسان اهل مصر، لايك وشير، ونتقابل على خير مع دكتور التخدير.